نص كلمة. أحمد رجب، ماذا كان سوف يحدث لو لم يظهر السيسي؟ تقسيم سيناء إلى قطع كبيرة لحماس كما تريد أمريكا، وتنتهي قضية فلسطين، وقطاع آخر من سيناء سيكون مأوى لكل المجرمين الذين أفرج عنهم مرسي، مع كل القادمين من باكستان وأفغانستان والصومال والعراق، وإعلان الأزهر كمصدر للتضليل الديني، وإنشاء جامعة سيد قطب حيث يتم دراسة الإسلام التكفيري، ويتم فصل الصعيد عن الدلتا ليكون موطنا للمسيحيين خارج الخلافة الإسلامية، وهدم كل الكنائس في دار الخلافة خارج الصعيد. لهذا سأعطي صوتي للبطل الذي غير التاريخ وأنقذ مصر والمصريين، أحمد رجب.